حياكم الله، وإن ما كنتم متابعين سماسا كروس، اليوم راح تكون جولتنا في أروقة قشلة الزاخو التي تعد من المواقع الأثرية المهمة في إقليم كردستان، وتعد الرمز الثاني بعد جسر الدلال لمدينة زاخو، حيث قامت حكومة إقليم كردستان بتنفيذ مشروع ترميم هذا الموقع للاحتفاظ بطابعه التراثي. مشاهدينا، للمزيد من التفاصيل ابقوا معنا. حاليا نحن متواجدين في قلعة زاخو قديمة، مثل ما أشرتها وتسمى بالقشلة القديمة. حسب المصادر الأولية عندنا أنه القلعة كانت موجودة في العهد العباسي، وخاصة في عهد الخليفة المعتضد خليفة عباسي، إنما القلعة مبنية على موقع أو تل أثري. إن شاء الله الخطط المستقبلة عندنا راح نقب في أجزاء القلعة، إنما حاليا نقوم بعمال ترميم جزء من القلعة. يعني هي حاليا مقسم الى ثلاثة اقسام: المجمع الاداري كان، المدرسة، والزندان يسمى الحرب. يبلغ مساحة هذا الموقع قرابة 1000 متر مربع، وبتكلفة إجمالية قرابة 55 مليون دينار عراقي، حيث وبحسب المختصين يعود تاريخ بناء هذا الموقع إلى العهد العباسي، وكانت دارة للإمارة البهدنان إنذاك. القلعة كانت يعني بناية موحدة، مع الأسف في فترة الحرب العالمية الأولى وعندما جاء الإنجليز إلى مدينة زاخو من سنة 1918 إلى 1922 والسنوات اللاحقة بعد ذلك، قاموا بأعمال ترميم في القلعة. مع الأسف قاموا بطمس معالم القلعة القديمة الأثرية، يعني كانت لها أبواب أخرى وشبابيك كلها نقوش وزخارف جميلة جدا. مع الأسف تم طمس هذه المعالم في العهد الملكي أو بداية الانتداب البريطاني لمدينة زاخو. تحاول حكومة إقليم كردستان إعادة إحياء المواقع الأثرية والاحتفاظ بشكلها المعماري وبطابعه التراثي. مشاهدينا، في الختام كنت أنا معكم نجلاء السندي لبرنامج نسمة زاكروس. إلى اللقاء.